أهم أحداثنا الرياضية النهاردة هيكون عندنا مباريات مهمة في دوري نايل ختام الجولة الـ14، ما زلنا في الدور الأول، وعلى فكرة هيكون لنا كلام برضو عن شكل المسابقة خلال الفترة اللي جاية هيكون عامل إزاي بعد التصريحات الخاصة طبعا بأحمد دياب، واللي اتكلم امبارح عن كل الجانب الخاص بالشكل الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز. النهاردة هيكون عندنا مباراتين في الجولة الـ14 من دوري نايل، الساعة 7 مساء الزمالك هيكون على موعد لمواجهة الداخلية، في نفس التوقيت سموحة هيواجه مودرن فيوتشر.